توفيق يا رب العالمين. انطلق أيها الحفل الكريم الشوط 11 بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة المسائية لانطلاقات الكبار وتحديات الكبار الحاضرة بشعارات الشيوخ والسعادة وهذه المؤسسات العملاقة المشاركة بشعاراتها المميزة التي تحضر معنا مزينة لأرضية ميدان المرموم في هذه الانطلاقات الرائعة من مهرجان المرموم الختامي لعام 2021. لنبدأ معكم وبحضراتكم واصفين لكم الأسماء الحاضرة، الأسماء العشرة الأولى المنطلقة. الكل يبحث عن كلمة الناموس، هذه الكلمة الغالية التي يطمح من أجلها المالك والمضمر، متمنين التوفيق لجميع المشاركين. لنبدأ بكم وبحضراتكم ومع المركز الأول. لنتابع الخميسة على المركز الأول، تحضر معنا على بداية هذا الشوط المتواجدة على البداية لسمو شيخ ذياب بن سيف الانحيان مع انطلاقة أول المراكز. الصادق بن فضل الأمين من يتابعها بعملية التضمير ويقدم لنا مسيرة البداية. المركز الثاني الحاضرة معنا والمتواجدة الفايزة لحجن سيح السلم أحمد بن سلطان بن رشيد من يتابعها بعملية التضمير، لكن من الجانب الأيمن أتابع التقدم لرشفة من بدأت تنطلق نحو الصدارة لتقود البداية لتحضر معنا ومع أول المراكز. تعود ملكية رشفة لهجن الشحانية بمتابعة المشاق محمد بن خالد العطية من يقدم لنا مسيرة البداية بهذه اللحظات. المركز الثاني المتواجد الفائز لهجن سيح السلم بمتابعة أحمد بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث شعار سمو شيخ ذياب بن سيف الانحيان. المركز الرابع التقدم للشانية وشعار حجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز الخامس أتابع معكم مشاهدين الكرام التقدم للشانية والحضور لشعار حجن الرياسة بمتابعة علي بن جميل الوحيبي من يقدم لنا مسيرة المركز الخامس. المركز السادس الحاضرة معنا والمتواجدة بهذه الانطلاقة تتقدم معنا مسنة لحجن سيح السلم فيصل بن طالب بن شريم من يتابعها بعملية التضمير. المركز السابع نتابع حولنا الكريم الوصول والتقدم من قبل تحديات وانطلاقة وقدوم الشامخة. وصلت الشامخة لسمو شيخ خزاع بن سلطان الانهيان عامر بن محمد المزروعي من يتابعها بالتضمير. المركز الثامن أتابع مشاهدينا الكرام الوصول لحملولة، تعود الملكية لحجن الرياسة بمتابعة علي بن جميل الوهيبي. والمركز التاسع القادمة سلام لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد الانحيان محفوظ بن خميس الجنيبي من يتابعها بعملية التضمير. والمركز العاشر الواصلة بهذه اللحظات معزة لحجن الرياسة بمتابعة محمد بن عتيق بن زيتون. هذا هو النداء الأول للأسماء العشرة الأولى المتقدمة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط. لنعود بحضراتكم إلى البداية لنتابع معكم مجريات المقدمة، مجريات البداية. أمور المركز الأول بدأت تتغير بهذه اللحظات ليكون للفائز الكلام أولا والحضور أولا والتواجد مع المركز الأول. الفائز وحجن سيح السلم بمتابعة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يتابعها بعملية التضمير.
المركز الثاني رشفة القاتمة في يوم تحضر فيه التحديات والانطلاقات ليكون التحدي مع شعار حجر الشحانية بمتابعة المشاق محمد بن خالد العطية. المركز الثالث الحضور والتقدم للشهنية والسلالة الشهنية الحاضرة بانطلاقتها لحجن الرياسة بمتابعة علي بن جمي الوهيبي. المركز الرابع القدوم والوصول والتقدم مع مسنا مزون الخير قاتمة لتبدأ بالانطلاق والعبور نحو المركز الثالث في هذه اللحظات، تتسلل نحو المرتبات الثانية لتتواجد مزنة لهجن ناسح السلم بمتابعة فيصل بن طالب بن شريم من يقدمها بعملية التضمير لتأتي على المركز الثالث بهذه اللحظات الشانية لهجن الرياسة بمتابعة علي بن جميل الوحيبي. والمركز الرابع الحضور لرشفة لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الخامس أتابع مشاهدينا الكرام التقدم مشاهدينا الأعزاء من قبل السلام لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الحيان محفوظ بن خميس الجنيبي من يتابعها بعملية التضمير. والمركز السادس اللي حضرت معنا بهذه اللحظات مع المركز الخامس الشانية لحجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز السادس الحضور والتواجد والانطلاق من قبل حملولة لحجن الرياسة بمتابعة علي بن جميل الوهيبي. والمركز السابع هذه رشفة لحجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. والمركز الثامنة هنالك الحاضرة والمتواجدة الشحانية لحجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز التاسع التواجد من قبل انطلاقة معزة لحجن الرياسة والتضمير مع محمد بن عتيق بن زيتون من يتابع المجازة بعملية التضمير. المركز العاشر هذه حي الشامخة لسمو شيخ عزاء بالسلطان بن زايد الحيان عامر بن محمد بن عبيد المزروعي من يتابعها بعملية التضمير. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء هذا هو النداء الثاني للأسماء العشرة الأولى المتقدمة والحاضرة بهذه اللحظات. بدأنا نتجاوز لافتات 3 كيلومترات. الله يا هذه البطلات الحاضرة، هذه الأسماء المنطلقة والحاضرة والمندفعة بهذه الشعارات القوية. لكن البداية شوفوا وتابعوا هذه الكوكبة الحاضرة من قبل هذه الأسماء بقيادة الفائزة. الله يا الفائزة، لمن الفوز، لمن الإنجاز، لمن الإنجاز مع هذه الأسماء الحاضرة للفائزة حتى هذه اللحظات المتقدمة على حساب الجميع الحاضرة بشعار حجن سيح السلم بمتابعة أحمد بسلطان بن رشيد السويدي من يقدمها مع البداية ومع الصدارة. المركز الثاني من الجانب الأيمن القاتمة مسنة حاضرة بهذه الاندفاعة الجميلة من الجانب الأيمن لحجن سيح السلم بالملكية والمتابعة فيصل بن طالب بن شريم مضمر الغر من يتابعها بعملية التضمير. لكن أمور البداية أمور المقدمة بدأت تتغير من قبل حملولة. بدأت اليولة مع حملولة لتبدأ تستجول بشعارها مع البداية ومع شعار هجن الرياسة ليبدأ هذا الشعار مترأسا للأسماء حاضرا مع البداية حاضرا مع المقدمة بمتابعة الظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا تحديات البداية. لكن مزنة حاضرة على المركز الثاني لحجن سيح السلم بمتابعة فيصل بطالب بن شريم. المركز الثالث الواصلة معنا والقادمة بهذه اللحظات الشانية لحجن الرياسة بمتابعة علي بن جميل الوهيبي. والمركز الرابع الفائزة لحجن سيح السلم أحمد بسلطان بن رشيد السويدي من يتابعها بالتضمير. المركز
المركز الخامس الواصلة والقادمة بهذه المسيرة. وصلت معنا سلام لسمو الشيخ ذياب بن محمد آل الحيان محفوظ بن خميس الجنيبي من يتابعها بالتنمير. ومن الجانب الأيمن حضرت وتواجدت تغيير لانطلاقتها. بدأت تغيير وتشن الغارة بتحدياتها لحجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل والأسماء حاضرة. الشانية قادمة لحجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. الله يا حملولة نعود إلى حملولة نعود إلى السلالة الحملولية. ومع الألف وميتين مع الألف وميتين بدأت الأمور تشتد صعوبة حتى هذه اللحظات مع البداية حملولة. هجن الرئاسة هجن الرئاسة أول وثاني مع المركزين الأول والثاني مقدمين لنا الانطلاق الكبير. لكن حاملة الرقم واحد غادمة الشانية لتحلق على أرضية هذا الميدان ليبدأ الانطلاق من شعار حجن العاصفة. غياث الهلالي غادم مع الشانية على المركز الثالث الرابعة. هنالك الغدوم من قبل تغيير لحجن الشحانية. والخامسة غادمة الشانية لحجن العاصفة. لكن البداية المقدمة لم تصدر الأوامر. عصاتها راق دوامنا ما حركوها لله ببطانها مغروسة. هنا مالك مع البداية هملولة الله أصدرت التعليمات. بدأ التحليق الرئاسي من شعار هجن الرئاسة. تقدم لنا هذه البطلة الحاضرة من البطلات العملاقات التي دائما وابدا تحمل لنا هذا الشعار الأحمر الذي يمر ويعبر إلى بوابات الإنجاز إلى بوابات التاريخ الذي يتحدث دائما عما فعلت هجن الرئاسة في هذا الموسم من إنجاز كبير من إنجاز مثير. هملولة الشانية هجن الرئاسة لا خطورة أبدا. فالناموس مع أبو الجمايل مع هجن الرئاسة السيارة تذهب مع الشعار الأحمر من مر وعبر إلى الناموس وإلى التتويج. الثاني والتبريكات أولا هملولة ثانيا الشانية لحجن الرئاسة. المركز الثالث تغيير لحجن الشحانية. المركز الرابع وصلت معنا مشاهدي الكرام مزنة لهجن سيح السلام. المركز الخامس كان الوصول من قبل معزة لهجن الرئاسة. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تابعنا معكم المنافسة وكانت حملولة هي صاحبة الكلمة بتوقيت زمني وغدر 12:30 ثانية 8:08. الثاني والتبليك على هجن الرئاسة والثانية لعلي بن جميل الوهيبي. المركز الثاني كان وصول الشانية 12:31 5:08. الثاني والتبليك على هجن الرئاسة والثاني لعلي بن جميل الوهيبي. المركز الثالث وصل التغيير وكانت توقيتها الزمن 12:31:09. الثاني تبقى لهجن الشحانية والتهنية لجار الله بن محمد بن عقيل. مشاهدين